دشنت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليوم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2024-2025 بهدف تكثيف الجهود الإنسانية والتدخلات التي يجب أن تتواكب مع حجم المعاناة في ظل انحسار الدعم الإنساني للنازحين في محافظة مأرب. وجاءت الخطة لتحديد الاحتياجات الأساسية الضرورية التي يجب أن تقدم للنازحين وما يعانوه خلال السنوات الماضية، خاصة مع تزايد أعداد النازحين من يوم إلى آخر. وتشمل الخطة الإنسانية التي أعدتها السلطة المحلية وأشرفت عليها فنيا الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في المحافظة، تشمل الاحتياجات الإنسانية الطارئة وكذا الاحتياجات التنموية التي تخدم النازحين والمجتمع المضيف، وتعزز من قدرات مؤسسات السلطة المحلية في تقديم الخدمات والاستجابات الإنسانية. نحن اليوم دشنا خطة الاستجابة الإنسانية لمحافظة مأرب للعام 24-25. هذه الخطة هي في الحقيقة ذات هدفين أساسيين أو ذات بعدين أساسيين، البعد الإنساني والبعد التنموي في المشاريع ذات التنمية المستدامة، وأيضا التدخلات التي يجب أن تتواكب في تخفيف المعاناة في ظل انحسار الدعم الإنساني الذي نلاحظه خلال السنوات الماضية ونلاحظه هذا العام. هذه الخطة هي بمثابة تحديد الاحتياجات الأساسية والضرورية للنازحين في محافظة مأرب. ندشن اليوم إشهار خطة الاستجابة الإنسانية لمحافظة مأرب للعام 2024-2025. هذا الخطة جاءت من السلطة المحلية ومكاتبها الرسمية هنا في المحافظة انبثاقا للأوضاع الإنسانية التي نعاني منها هنا في المحافظة، ونامل أن يكون هناك استجابة لهذه الخطة وأن يتم تنفيذ المشاريع، سواء كانت المشاريع الطارئة أو المشاريع التنموية.